يا مولا كلام بعد الروح. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم. ربي يستر يا جماعه. اول شيء صلوا على النبي صلى الله عليه محمد وعلى اله وسلم. اليوم الفيديو كالشكل التالي. طبعا اخوي محمد مثل ما انتم شايفين اخذ الموقع. حاليا اخوي محمد راح يتعرض لكذا سؤال، راح اجاوب عليهم كلياتهم ورا بعض. السؤال الاول، قديش طول شعر رجلك؟ كم سنتي بالضبط؟ طلع شيء 4 سنتي. غلط. السؤال الثاني، حياتك تعرضت لنتف شعر الاجرين؟ مين اللي نتفك؟ انت. انا؟ ايه صح. التحدي وكشف حياتك تخيلت يصير ما عندك ولا شعر بجريك؟ لا. ربي يسألكم يا جماعة، طبعا التحدي وكالشكل التالي. طبعا انا بدي اغني الديبخ بالكرسي، بده يغني تمام، والتاني راح يتعرض لعملية نتف. يعني راح اشرح لكم بطريقة فعلية. يعني لاصق شعر، اجر فيها شعر، تم بغني. تمام. راح نحط اللاصق الشعر، هو عم غني، بشيل اللاصق الشعر، بس تأتأ بالغنية او عامل كمل هيك. لا لديك بدي اكمل غني. انا كمل غني، بدي اكمل غني باي شكل، بس وقف عن الغني باي شكل، بس وقف عن الغني. بس قلت لا راح يتعرض لأربعة من هدول ينسحبوا من وين بده بجسمه. طبعا يا جماعة، من وين بده، يعني من وين ما بده الخصم، عرفتوا؟ تمام. 100%. لازم تدبر غنية تكون حفظانة. أصعب شعور إنك تدور على غنية. أصعب شعور بهالدنيا، ما تعرف أصلك من فصلك، تبقى وحيد. تدور على غنية تمام وما تطلع معك. بدك تدور على غنية تكون حفظانة. مرة في حينا زارنا في مفضلية. اسمع، لا تشعر عميق. اسمع، هلا أنت بكل هاد التعب وكل هالعذاب وكل هالستريس عشان غنية؟ إيه. حسبي الله ونعم الوكيل. فهمان التحدي غلط. ثاني. لما تركتيني ورحت. حلو هاي. شو انت انت جاي حفظانه بس. بس هيك حفظان تصطفي. يعني بالقلب. جاهز. جاهز. يا. بلش بالغنية. طبعا يا جماعة بأي لقطة أنا بحب رح أشيل ما بصير أي قرآنية. طيب. حمود اشبك اشبك اصلك اعطيك تنفس اصطناعي. انت ما بعرف ليش حس. يا رب لا اله الا الله، اللهم انك انا الهي. ولما بضمك عصديرك التنويه بالشيء. بس بلش غني ما بصير اللي دقيقه دقيقه. بس بلشت طالما بلشت. لا الله ده بلش. الله يلا. ايوه واحد اثنين ثلاثه. واذا خربطتك حكيت معك ما بصير ترد. ولما بضمك عصديرك ري ايش بحس الدنيا صغيري. ايوه. وحاسس حالي ملكت الكون. يلا. وما في بالعالم غيري. وهلا وما شاء الله. وما في بحالك. بدي اسمع صوتك دائما صوتك ما بصير يوقف. حالك يتحلى. ولما بضمك عصيري شو بحس هالدنيا صغيري. وحاسس حالي ملكت الكون. ما عم تفوكس وما في بالعالم. مهم هلا بورجيك اليوم بالاخير. يا طيبة يا طيبة يا هدى والعيا اشتقنا لك والهوى رمانا والهوى رمانا. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة اشتقنا لك والهوى رمانا والهوى رمانا. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة اشتقنا لك والهوى رمانا والهوى رمانا. يا والله تنتف وما وقف. ايه حفوا نفتر. ما حلوة. حاج. شيل صوت. بدك تشيل الجلد انت. جاهز؟ يلا خالص نغني؟ خالص انا. يلا غني. واحد اثنين.
أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا واسيني عمودي بعيوني وسيخ وسيخ والله وسيخ وسيخ عمودي ما بابل ما بابل فرحة الأطفال فرحة الأطفال ما يل ما بابل طب شو عمشيلها عمشيلها شوي شدي عمودي ما بعت ما بعلى ما بدي ما بطلت ترجع ليش ما نشيلك والله خلاص روح روح أبيك يلا طيب يلا دي لا تعتا واحدة حسسني بألف لدعاء يلا يلا دي بتبلش هما ايش من صار لازم توقف ايش من سوي لحظة أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا واسيني بعيونك وطن أنا بقل الروح مبخورك يا بعد روح أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا وراسيني بعيونك وطن أنا بقل الروح الروح مبخونك يا بعد الروح يا طلعت من الغنية أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا وراسيني بعيونك وطن أنا بقل الروح مبخوني أنا يا بعد الروح أربي ع قلبي أربي ضميني شوي شوي كيس واو تعب تعبان من هالدنيا واسيني بعيونك وطن أنا بقل الروح غني غنيك أنا يا بعد الروح غني أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من غني وقصيني غني بعيونك وطن غني ما يصير ربي غني يا مقولك أنا يا بعد الروح طبعا هو استغل انه انا بركت قبله بالكرسي قبله اخر وحده وحياه الله عم شد عم شد لك عم شد شد اسمعوا شوي شد شد واقف بعيد فايش عم تصير شد يا جماعه طلع انا والله مسكه من هون تمام مسك شد وحياه الله شد عم شد وبرجع لورا بشد هلا بورجيكم الورق اللي طالعناه شعري شعر رجلي وشعر رجلي عم شده وبرجع لورا بشده وبرجع لورا بشده وبرجع لورا ما عم شيله ومع العلم بس عم شد شعر جراي مع العلم تمام هو الانسان حر كيف ما بده يشيل تمام حر اوكي خلص يلا اوكي يلا يلا هلا بدي اغني كمان بدي اغني لازم انا اعطيك خالص انه انت خسرت على فكره قسما بالله هيك لازم عم. والله لازم اعطيك انه خسرت خالص سو كده شيل هي ما بخليك تشيلها انت اشيل انا اللي بدي اياه يلا أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا واسيني بعيونك وطن أنا بقل روح مبخونك أنا يا بعد الروح يلا أربي يلا قلبي يلا غني عندي صوت قش هذا أربي ع قلبي أربي ضميني تعبان من هالدنيا يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاته بس بدي اشرب الحليب السوسه نخرت بسناني يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاته بس بدي اشرب الحليب السوسه نخرت بسناني يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب السوسة نخرت بسناني يا بابا سناني واوا وديني عند وديني عند وديني عند طبعاً ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب السوسة نخرت بسناني يا بابا سناني واوا وديني عند خالص
هذا لحم مقشور ولا مو مقشور؟ شوفه صغير يعني جلد طالع ولا مو طالع؟ ما هو يعني هالشيء انه واحد يستاهل يسوي مشكله بشانه. شوفه صغير يعني تبع احكي تجرك. أربع عدات لازم الاتفاق كان اتفاق مين اتفقوا؟ انت أربع عدات لازم منظرك مستفز كثير والله كثير مستفز لدرجة مشتي علي حكاف والله تلعب أربع عدات لازم علي حكاف وتلزقني أربع وين ايه تلزقني أربع علي حكاف لا معناتها العاب مكيسرة لا اللي بربح بربح يلا ايش بدك ايش بدك غيرك بدي كشف كمان شد 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 انتهى الفيديو بتاعهم تعال يا سيدي ربي يسكر يا جماعه لو وصلنا هذا الفيديو اذا حبيتوا الفيديو احطوا لايك واشتركوا واستنوا فيديو جديد كان معكم محمد ورامي شوفوا فيديو جديد و السلام عليكم